أسعد الله أوقاتكم، ننقل لكم نشرتنا الإخبارية. نبأ عاجل، تم طرح أراضي في مدينة طربول الصناعية والتي ستحدث ثورة صناعية كبيرة في المستقبل، وتم طرح الأراضي من خلال شركة تو سوردس وهي إحدى شركات فيلوباتير جولدن، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنها ستكون أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط والتي ستحدث ثورة صناعية وتطورا كبيرا في المستقبل. لذا جاءنا البيان التالي، حيث صرح المهندس عماد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة تو سوردس الآتي: منح العملاء في هذه الفترة سبيكة ذهبية أو جنيها ذهبي مع كل توقيع عقد شراء لكل عميل، هذا بالإضافة للتسهيلات في الإجراء وتخليص واستخراج جميع التراخيص والموافقات لبناء المصنع، كما صرح أيضا بإمكانية بناء المصنع للعميل وبأسعار منخفضة. ومعنا لنقل الحدث من قلب الشركة مراسلتنا مهرائيل وجيه. اهلا بيك مهرائيل، هل تسمعيني بوضوح؟ نعم جورج، اسمعك بوضوح. اهلا بك وبالمشاهدين. اخبرينا عن هذا القرار وعن الوضع الحالي نتيجه بيع هذه الاراضي وصدور هذه القرارات. فبمجرد الاعلان من قبل الشركه عن طرح هذه الاراضي بمدينه طربول الصناعيه بالاضافه لتوزيع السبائك والجنيهات الذهبيه على العملاء وذلك مع توقيع العقود وهذه التسهيلات المتاحه، تلاهف الكثير من العملاء للشراء الفوري لهذه الأراضي ولما تتمتع به من استثمار كبير ومستقبل مشرق، وكما ترى الازدحام والتفاؤل من قبل العملاء لهذه الخطوة. ومعنا الأستاذة ميري فخري مديرة التسويق من شركة تو سوردس، ادينا نبذة سريعة عن الحدث. باختصار، وأول ما رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر القرار العملاء في تزايد مستمر، وده بسبب المميزات الكثيرة بتقدمها شركة تو سوردس عن باقي الشركات، وإن إحنا دايماً عند حسن ظن العميل. ممكن حضرتك تديني فكرة عن مساحات الأراضي المتوفرة للعميل؟ المساحات عندنا بتبدأ من 500 متر مربع وممكن ضم أكتر من مساحة. التقسيط بيكون على 6 سنين بدون أي فوائد، بالإضافة إن المدينة هتشمل وحدات سكنية راقية ومول تجاري ومميزات تانية كتير، والعميل يقدر يعرفها من خلال صفحاتنا أو لما يجي يشرفنا هنا في مقر الشركة. شكراً لحضرتك. وكما رأيتم أن فرصة الاستثمار في طربول هي الأفضل على الإطلاق، فهي المستقبل المشرق. كانت معكم مهرائيل وجيه من شركة تو سوردس. شكراً لك مهرائيل على هذا التقرير ونقل الصورة. أخيراً مشاهدينا الكرام، اغتنم الفرصة الآن وسارع بالشراء، فهذه الفرصة ثمينة جداً. كان معكم ونقل لكم نشرة اليوم جورج هاملتون من شركة تو سوردس، وإلى اللقاء في نشرة أخرى.